qofka dhalinyarada waa kee kan dadka hormarinayo waa mid ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiran kitaabka allana akhriya kitaabka alle akhriya fi kulli salaah salaad kasto waxaan dhahnaa ihdina siraata almustaqim allahu waxa nagu toosisaa wadada toosan صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي سبحان الله نغتوسي الله وضوء توصلنا سي قف كرنا يرضى مركو صوكع وأوباهن يهي الله سبحانه وتعالى واختي آد أوباهنت إلهي سبحانه وتعالى واختي رن يرضاته وحد أوباهنت إلهي إنه توفيق لك وفجية وحد أوباهنت إلهي سبحانه وتعالى وضوء توصلنا إنه كوها جو لذلك القرآن كهمو جنان أو آخره أو تفسير كي سبره أو كل ذا الإناء آخره النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحليه لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف أي حرف ليم نوع لام كان وحرف ميم كان وحرف أنت أنا وتمن تمن بالغلو فنايا أنت ودن أهوسس إلهي وكبر كينا يا عمري هذا القرآن كذا كذا دايشة إلهي أجر بدن أي كسين إذا حديث كقصة عن قصة وحول قصة أررتي الله سبحانه وتعالى قفك أهل القرآن وبركي أهل القرآن أهل الله وخاصته أهل القرآن وأهل الله وأهل الله الله سبحانه وتعالى أهل كسوي يخاصل يسوي كوا قرآن كذا دالة قرآن ولا ليال وحلو سدجي إنن كهنون هدى للناس وبينات من الهدى وهدى وهنو يعدين الله سبحانه وتعالى وعدين بل قرآنك وحكا ورمي الله سبحانه وتعالى أسقى إسكا ورمي في القرآن الحمد لله رب العالمين إلهي ومهضله إلهي رب العالمين أنك ربي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا إلهي ومهضله إلهي سدج كتابك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور إلهي أبو ري سماوات كي يرلك مجدي افتنك الله أبو ري حوي أيام هذا إسكاله الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله إلهي بمهله إلهي عريي سماوات كي يرلك إلهي بما إلهي يا وح إسكاه الله إسك تعريفنا في القرآن أنت سنتذكر لك هالين إلهي صفات كيسة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله سبحانه وتعالى تلماميس أي كشيء يا قرآنك السجع عدينا يا الله سبحانه وتعالى في القرآن صفاتك الله كبرنا لسا قرآنك واحد كبرنا لسا قصص الصوت لافين وأنبياء ذي هري يا أمضي هري إلهي سبحانه وتعالى سوء قلي مركي كعاسيين يا وحي أسميين في القرآن قرآنك واحد برنا لسا واحد صوص الله يوم القيامة إيه وحال أهاندنت لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يعني يوم القيامة وحكا دعايو يا أهواش القيامة يقفك مكو إلى صراطك وإن منكم إلا واردها أيها الله سبحانه وتعالى ليه تذكرون ومرضون عن صراطك أهواش قيام جنة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جهنم إلى الجنة زمر جنة يا لوك حينها جهنم لوك حينها كوة قال الداشة يعني مستقبل كذا حقيقي أهو آخره آخر ذين قرآن كاكا ورماي آخر ذا قرآن كاكا ورماي ساين سدهربته هذا ضربته وحيابها أدونك هذا كذا عايو قرآن قد يبقى غلاب إلهي سبحانه وتعالى وحقسته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتفكرون آياتك الله سبحانه وتعالى ساس أي أكلا لغاية سيان أفكرنا حاجة أباهنا هاي وحقستان أدونك أباهنا هاي سيوة لن يرضى قرآن سيوك جرا دبقوا نقو قرآن آخر قرآن بروه تفسير كي سبروه كد دال إلهي سبحانه وتعالى وحكوفه يا الباب ذا خير كأيو كفره نعم ما كان في رسو صحابه
ابن مسعود أن يروها نبي صلى الله عليه وسلم عليه وحكيري قال يقول الأخري قرانك سورة النساء أي أخري. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا مركو مرا يا آيات كاس أيا مضح يكر أسوق قادود عبد الله بن مسعود مركز أنا وحارك يقول نبي صلى الله عليه وسلم عليه إلين كد إيسا نبي قا كخشوا على القرآن كا تبا نقول نقد آياتا وحن إير آياتا نبي محوه أي وحن آخر آياته كهري أيا بعد أركيسا إلهي سبحانه وتعالى آياتها كحير كهري وحوي. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إلهي وحليهم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم محاكر كوضاء هذا هذا اللي سبحانه وتعالى رميان يما لنت آخر أي رميان محاكر كوضاء هذا إلهي سون الله الله بالأج أو صدتك الله الله في القرآن وحليه كركين محا هذا يعني واحد يبه ما يين ذو سجن إن الله سبحانه وتعالى رميسان يمال أنت آخره وهو أنفق مما رزقهم الله إلهي وحني سيء أبو حوي بحسان ما أنت عيا إن ذو أذك إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلهي ما ظلميه مثقال ذرة والأجنة مؤمنين تأوك دتك أوك إلهي ظالم معها ما ظلمنا يا العادي الله سبحانه وتعالى وعادي أصغابنا أبوري محن ظلمنا قفنا كما أحيانا قفنا ما جعل سنة الله سبحانه وتعالى عدالة إيا حق أيو الله سبحانه وتعالى نؤسو تجي حأس ظلمين يري إن الله لا يظلم مثقال ذرة وحأس لي يا نبي إلي أنت وحقك يعني آياتك وحقوق الشيوعي إلهي هنا أبور تاوح لي ورأني قددكم ظلمية مثقال ذرة إن يربها آتي وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما هذه حسنتها هنا ونالتها إلهي سبحانه وتعالى والله بلابي ووحوه بقراجر بلا بلابي إلهي وقول بلابا يا لن يرضو أهنو قصوك عنه ارتدى وقت بضنبا نقبحنا وحأنا أنفعين أنا أنفعين وقت بضنبا نقبحنا برهب برشدة يميلها كان أنا كبحنا وقتك وهبون يا وقتك في عن قرآن كله سبحانه وتعالى إن أنبرنه أخرس كيس أنبر أنبذنه تفسير كيس أنبرنه أنا قو عمل فلنه ابن عمر صغير أن يراه حليه وقتك النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا آيات ما نندافع جرين إلا أن كحفظنا طبعا كآيات أو هذا أنا قو عمل فلنه أنا كعمل في القرآن كأنا حفظينه تفسير كيسنا أنبرنه أبد أمه سنتهين.